لحبيبي كم أنا مشتاق، رسولي طال بي الفراق، والشوق قد ملأ الآفاق، وشوق القلب ما أقسى، ودمع عيني يذرف، والقلب حبا يرجف، وأنا ببابك واقف، أسألك يا ربي لقيا، أسألك يا ربي لقيا. عند الحوض ألاقينا، ومع الصحب يروينا، وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا، وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب. صلى الله عليه وسلم. بسم الله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. سنتناول درس الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد عرفنا أنها سبعة. أولا الجملة الابتدائية. وش هي الجملة الابتدائية؟ هي كل جملة تأتي في بداية الكلام، تأتي في صدارة الكلام. مثال: العلم نور والجهل ظلام. فجملة كون يحطونا كل جملة العلم نور بين قوسين، وش نقول لهم؟ هي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، عليه خطاش وقعت في أول الكلام. ملاحظة برك المدهن هنا دونوها، أن الجمل كي الجملة كي تلقاو قبلها فاصلة أعرفوا باللي راهي بداية جملة جديدة. الجملة كي تعود قبلها فاصلة راهي بداية جملة جديدة. كون تلقاو هكا نفرضوها فاصلة لهنا ويعطوا لكم هذه هيك، أعرفوها باللي جملة جديدة. نقول جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ثاني جملة، وهي الجملة المعطوفة، وهي كل جملة تأتي بعد واو العطف. مثال ذلك: العلم نور والجهل ظلام. كون يحطون جملة الجهل ظلام بين قوسين، نفس الطريقة في الجملة اللي تبعناها في الجملة التي لها محل من الإعراب. ماذا نفعل؟ ننظر قبل القوس، نلاحظ أن هناك واو. كيما نشوفوا واو، واش نزيدو نديرو؟ نحدو محل الجملة التي قبل الواو، وهي العلم نور. بما أن هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فهذه تكون جملة معطوفة لا محل لها من الإعراب. والإجابة النموذجية تكون كالتالي: جملة معطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب فهي لا محل لها من الإعراب. يعني نعودها نشوف قبل القوس، إذا لقينا واو نزيد نشوف قبل الواو، نحدو في الوسخ، نحدو الجملة التي قبل الواو بين قوسين، نحدو محل الإعرابي تحب. كما لقوها لا محل لها من الإعراب، إذا هذه تكون أيضا لا محل لها من الإعراب. ثالثا الجملة الاعتراضية. وش هي الجملة الاعتراضية؟ وهي كل جملة توضع بين مطتين. يعني نلقاو على اليمنى مطة وعلى اليسرى مطة. وأيضا الجملة الاعتراضية، وش هي الجملة الاعتراضية؟ هي الجملة اللي نقدر نحيوها وما يتبدلش المعنى، نقدر نحيوها وما يتبدلش المعنى. مثال ذلك: جاء عمر بن الخطاب الخليفة. كون يحطون الخليفة بين قوسين، نلاحظ أنها كي نحيوها ما يتبدلش المعنى. كي ما يتبدلش المعنى نعرفها باللي راهي جملة اعتراضية، هي كلمة زائدة. فنقول جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الجملة الاعتراضية وش هي؟ نعاودها. الجملة الاعتراضية وهي كل جملة توضع بين مطتين. يعني نلقاو مطة على اليمنى ومطة على اليسرى. وكتعريف إضافي نقول هي كل جملة يمكن أن نحذفها وما يتبدلش المعنى تاع الجملة. مثال ذلك: جاء عمر بن الخطاب الخليفة. كما واحد يقول لك جاء عمر بن الخطاب، تعرفوا باللي سيدنا عمر، وكي يزيد لك الخليفة يبقى هو سيدنا عمر. كي نحيو الخليفة
ما يتبدلش معنا، نبقى ونعرفه باللي عمر بن الخطاب. فنقول كما نحيو الجملة هذه، الجملة اللي نقدر نحيوها ما يتبدلش معنا نسميوها، ما يتبدلش معنا نسميوها جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. رابعا جملة صيغة الموصول، ركزوا على هذه. رابعا الجملة الموصولة، نلاحظ أن في الباقي يطيح بزاف، واش هي جملة موصولة؟ وهي كل جملة تأتي بعد الأسماء الموصولة. من بعض الأسماء الموصولة نذكر، من الأسماء الموصولة نذكر ما، من، الذي، التي، اللذين، الذين، اللواتي، اللائي وما شابهه. مثال: جاء من يشتهي. نعود الجملة الموصولة، وهي كل جملة بين قوسين تأتي بعد اسم الموصول، والاسم الموصول ها هم وكين الإيوحيد خرين، المهم هادو ما الشايل سيرتو من وما والذي واللاتي. مثال: جاء من يجتهد. يجتهد نقول جملة فعلية صيغة موصول لا محل لها من الإعراب. علاه؟ خطاش قبلها حرف من، وكاين من اسم الشرط وكاين من اسم موصول. حتى نفرق بين من اسم موصول ومن اسم الشرط، واش نديرو؟ نعوضو من هذه بالذي، إن صح فهي اسم موصول. فنقول جاء الذي يجتهد، فيجتهد فصح قول هذا فهي صيغة موصول. وكذلك ما، كي تعود عندنا من وما نعوضهم بالذي، كون نقدو تجي خفيفة على اللسان فهي صيغة موصول لا محل لها من الإعراب. الجملة الواقعة جواب الشرط غير جازم. ملاحظة: تكون جملة جواب الشرط غير جازمة، أي لا محل لها من الإعراب، إذا كان هناك، إذا لم تتوفر الشروط السابقة التي ذكرناها في الجمل التي لها محل من الإعراب. ونعيدها: إذا كانت الأداة الشرط غير عاملة أي غير جازمة، فإن جملة جواب الشرط تكون لا محل لها من الإعراب. ومن الأدوات الغير جازمة إذا، دائما إذا جملة جواب الشرط تاعها دائما لا محل له من الإعراب. نعاود: تكون جملة جواب الشرط غير جازم إذا كانت الأداة غير جازمة، معناها غير عاملة. ومن أبرز الأدوات الغير عاملة هي إذا، فإذا جملة جواب الشرط تاعها دائما لا محل لها من الإعراب. فالإجابة النموذجية تكون كالتالي: جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. أما الشرط الثاني فجملة جواب الشرط إذا لم تتصل بفاء أو إذا الفجائية تكون لا محل لها من الإعراب. مثال: إن تجتهد تنجح، إن تجتهد فتنجح. فنلاحظ أن جملة جواب الشرط لا تتصل بها فاء أو إذا الفجائية، ففي هذه الحالة وعلى الرغم أن إن جازمة وهذا غير مقترن بفاء، فنقول جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. ملاحظة: حتى نحكم على أن الجملة لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب، يجب أن يتوفر الشرطان. فإن نفرضها لهنا غاب، كنت تكون أداة عاملة وجملة لا يجب أن يتوفر الشرطان معا، يعني كون يفقد شرط واحد تكون الجملة لا محل لها من الإعراب. يعني به تكون لها محل من الإعراب لابد من توفر الشرطين معا، فإن غاب شرط واحد من الزوج تكون لا محل لها من الإعراب. الجملة الخامسة التي لا محل لها من الإعراب، الجملة التفسيرية، وهي كل جملة تأتي تفسير لما سبق. مثال ذلك: استنصحت الأستاذ أي طلبت منه النصيحة. نلاحظ أن جملة طلبت منه النصيحة راهي تفسير لكلمة استنصحت الأستاذ، كلي قلنا وش معناها استنصحت الأستاذ، نفسرها أي طلبت منه النصيحة. فكل جملة تأتي بعد
تأتي تفسير لما سبق أو تأتي بعد حروف التفسير منها أي، فتكون لا محل لها من الإعراب. مثال ذلك جملة تفسيرية، مثال ذلك استنصحت الأستاذ أي طلبت منه النصيحة، طلبت منه النصيحة جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. جملة جواب القسم، وهي كل جملة تأتي بعد حروف القسم. ملاحظة ملاحظة، أدوات حروف القسم هي والله وبالله وتالله، فكل جملة تأتي بعد هذه الحروف تكون لا محل لها من الإعراب. ومثال ذلك والله سينجح المواظب، نقول بما أن هذه الجملة بين قوسين قبلها حرف قسم تكون جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، كاستنتاج لما سبق. نوضح أن حروف القسم هي واو برك وبي وتا، ماشي، هذه نعربها اسم مجرور. وكاستنتاج لما سبق، وكاستنتاج لما سبق نقول الجملة التي لا محل لها من الإعراب هي سبعة: جملة ابتدائية، وجملة معطوفة، وجملة اعتراضية، وجملة موصولة، وجملة الواقعة جواب شرط غير جازم، والجملة التفسيرية، والجملة جواب القسم، ولكل واحدة منهما شرط خاص بها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد.